كتعرف كتشهد جامعه قزنايا اليوم افتتاح النسخه الاولى من المعرض الطفل والشباب. هذا المعرض اللي يتم بمعيه وزاره الثقافه وكذلك جامعه قزنايا، اللي كيهدف الى تقريب كتاب الى الطفل والشباب وتقليل اثار التكنولوجيا عليه. هذا المعرض اللي كتعرفوا جماعه قزنايا اليوم هو نقولوا النسخه الاولى، نقولوا الجماعه وما شهدت على شي معرض دار فيها منذ تاسيس الجماعه، والحمد لله المعرض الاول وهو معرض الكتاب. بادرة طيبة، المعرض عرف إقبال كبير، نطلب الله الاستمرارية في هذا الشيء. منذ كتاب الطفل والشباب يشكل منارة تدور درب الأجيال وتسهم في سياق صياغ وعيهم وتنمية ملكاتهم الفكرية والإبداعية، وهو ما تعمل عليه وزارة الثقافة بشراكة اليوم مع جماعة قزنايا من جهة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والعمل على تطوير كل سبل لضمان تألق هذه الصناعة الثقافية وازدهارها، كما أن بلادنا تخطو بخطى ثابتة في مدارج التقدم والنماء تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نلتقي اليوم بجماعة قزنايا حيث تنظم المديرية الجهوية بجماعة مع جماعة قزنايا والمجتمع المدني معرضا جهويا للطفل والشباب، إيمانا منها بإرجاع الكتاب إلى أوجه بعدما سيطرت عليه الهواتف النقالة والإلكتروني والمسائل الإلكترونية. نريد من هذا المعرض أن يصبح موعدا سنويا يقرب الطفل من هويته ومن كتابة ومن الكتاب، لأن الكتاب هو عالم الخيال، عالم الإبداع، عالم الفكر، ويبقى اهتمامنا بهذه الخلية اللي هي الطفل والشباب لأنها هي الركيزة لبناء مجتمع متقدم ومتطور. بالنسبة للناشرين والمكتبات ككل كاين 20، كاين تقريبا واحد 12 كاينين من طنجة و8 من خارج طنجة، من الجديدة، من كازا، من الرباط، من قنيطرة. وبالنسبة للمعرض كان اليوم افتتاح اللي هو الثلاثاء، وغادي يستمر حتى يوم الجمعة إن شاء الله. التوقيت ديال الدخول بالنسبة للناس الزوار من 9 ديال الصباح من 8 ديال العشية. خلال هذا المعرض هذا غادي يكونوا هناك ورشات ديال المسرح، ورشات ديال الرسم، ورشات ديال الحكاوات، وعدة ورشات أخرى إن شاء الله. الحمد لله كيف ما قلت لك هذا المعرض هذا يعني ماشي بيجع بين عشية وضحاها، هذا العمل ديال واحد 3 أشهر تقريبا متواصلة باش كان هذا النجاح هذا وهذا الإقبال هذا وهذا الحضور هذا اللي كاين. تبارك الله. تأتي مشاركتنا في إطار فعالية المعرض الجهوي الأول لكتاب الطفل والشباب في إطار الاستراتيجية التي نشتغل عليها والتي ترمي إلى تشجيع الناشئة على القراءة وأيضا على الكتابة، بحيث أننا في رواقنا هذا نعرض مختارات من المنشورات الموجهة للطفل، وهي كتابات بشكل خاص، كتابات من إنجاز التلاميذ، وخاصة سلسلة مشاتل التي نصدرها منذ سنة 2019، وكذلك كتابات للأطفال وأيضا كتابات في المسرح والقصة والشعر الموجهة للناشئة بشكل خاص، إضافة إلى أن ننظم مجموعة من التوقيعات في هذا الرواق، وذلك في إطار خلق التواصل المباشر بين الكاتب وبين الناشئة. كنكون معكم آية الشني، جينا اليوم باش نشوفوا هذا المعرض هذا، الصراحة الله زوين بزاف، وكنشكروا الجماعة ديال قزنايا اللي عدلتنا هذا المعرض هذا، واللي خلت التلاميذ ديال هذه المؤسسات، حيت كاينين ثلاثة المؤسسات، أنهم يجوا بحماس وجدارة أنهم يقراوا هذه الكتب، وشكرا لكم بزاف حيت خرجتونا من ديك الأجواء ديال السوشيال ميديا، يعني جبنا بزاف ديال الكتب اللي كنا كنفتشوا عليهم ما جبناهمش بتاتا في المكاتب، وكنشكركم بزاف. حنا فرحانين بزاف بهذا المعرض اللي نظمته جماعة معهم مندوبية القراءة، وفرحانين بزاف حيتاش نظموه وحيتاش فيه بزاف ديال الكتب وبزاف ديال الأطفال في هذه السعادة في هذا الزمن اللي حنايا فيه، ما كيقراوش كتب ما كيهتموش بهم حتى التليفون اللي خرج لهم في هذه السعادة هذه، وفرحانين وشكرا بزاف اللي نظموا هذه الاحتفالية.